كانت فيه شبهة واحد كتبها وأطال فيها شوية صغيرة، وكان ذكرها حتى الأستاذ ام اتش او من عدة أسابيع. الشبهة كالآتي: في معجزة إخراج لاجئون، إن متى البشير ذكر 2 مجانين، ولو مرقس البشير ولوقا البشير ذكروا 1. فكانوا بيقولوا ده أول تناقض، إنه متى البشير ذكر 2 وبقية الأناجيل ذكرت 1، يبقى كده ده تضارب. ودي ردينا عليها الأسبوع اللي فات على قد ما أقدر، على قد ضعفي يعني. النقطة الثانية إن متى البشير ذكر كورة الجرجسيين، مرقس البشير ولوقا البشير ذكروا كورة الجدريين، وقالوا ده برضو تناقض. وواحد كمان أطال في الموضوع ده شوية وقال لا كورة الجرجسيين ولا كورة الجدريين لمدينة جرجسة ولا مدينة جدرة على بحر الجليل، وشفناها مع بعض ورحنا بجوجل إيرث زرناها وشفنا المكان فين بصوره بالتفصيل، وتأكدنا من دقة التعبير الكتابي سواء تاريخيا وجغرافيا أيضا. فلو خدناها من ناحية التاريخ، كورة الجرجسيين والجدريين صحيحة، لأن سكان المنطقة دي زمان الجرجاشيين اللي يطلق عليهم جرجاسيين أو جرجاسينون باليوناني، ده صحيح. والمنطقة في الزمن ده العاصمة بتاعتها جدرة، فيطلق عليها منطقة الجدريين، ده تعبير صح من ناحية المكان التاريخي. من ناحية وجهة النظر الجغرافية صحيحة، لأن الشاطئ ده بالفعل بالقرب من قرية أو مدينة جرجسة، فيطلق عليه كورة الجرجسيين. ولكن المنطقة كلها يطلق عليها كورة الجدريين، لأن عاصمة المنطقة كلها من العشر مدن ديكابوليس يسمى مدينة جدرة، فتطلق عليها كورة الجدريين، فتسمت كورة الجرجسيين، ده صحيح، أو كورة الجدريين، ده صحيح تاريخياً وأيضا جغرافيا. الجزء المتبقي من الشبهة من عدة أجزاء، جزء منه واحد بيقول ده الأربع أعداد اللي تذكروا فيهم كلمة جرجسيين وجدريين، الأربع أعداد محرفين، ودول اللي هناخدهم وهندرسهم بالنقد النصي النهاردة، اللي موجود في متى واللي موجود في مرقس والاثنين اللي موجودين في لوقا البشير. كويس. الجزء اللي بعد كده حب يقول ان علشان التناقضات كلها في القصة، فالمفسرين المسيحيين تناقضوا مع بعض في تفسيراتهم، لانهم كانوش عايزين مش عارفين يفسروها ازاي ويداروا خطأ الكتاب المقدس. وبرضو هناخد جزء صغير ندرس فيه هل المفسرين المسيحيين باختلاف مدارسهم تناقضوا مع بعض زي ما البعض بيدعي ولا لا. والسؤال الأخير: ليه السيد المسيح أذى أصحاب الخنازير اللي وأهلك الثورة الثروة الحيوانية بتاعتهم بالطريقة دي؟ ليه المسيح قتل الخنازير؟ والبعض انتوا فاهمين بيقولها ليه، علشان يداري على فضيحة تاريخية حصلت في مصر من كام سنة. فحنبتدي مع بعض بالموضوع دلوقتي، أو الجزء الثاني منه، وهو الجزء بتاع النقد النصي، كورة الجدريين أم الجرجسيين. كويس. أول جزء في النقد النصي اللي هو العدد الموجود في إنجيل متى صح 8 عدد 28، هختصر لحضراتكم، مش هتكلم من التراجم المختلفة، لأن المشكك ذكر شبهة طويلة وجاب تراجم عربي وإنجليزي ويوناني، وحاولت على قد ما أقدر حسب ضعفي جبت له التراجم العربي والإنجليزي أيضا واليوناني بتقسيمة بتاعتها، واللي تؤكد أن النص الغالب وخاصة في الإنجليزي وفي اليوناني هو النص التقليدي اللي بيقول كورة الجرجسيين. كويس. لكن بعض النصوص الإنجليزية النقدية هي اللي قالت كورة الجدريين، حتى النصوص اليوناني تمثل التقليدية وتمثل الأغلبية قالت كورة أو الجراسينون اللي هي الجرجسيين بالعربي. فالجزء ده مش هطول فيه، اللي هياخد مننا وقت فمش هتكلم فيه بالتفصيل، هدخل على طول مباشرة على المخطوطات. بالفعل في قلة من المخطوطات قالت في متى البشير، رغم أن النص التقليدي، ياريت حد يساعدني وينزله على التكست اللي في إنجيل متى اللي بيقول كورة الجرجسيين. لو حد يقدر ينزله اللي هو متى 8 28 يبقى رائع جدا.
او لو كده ممكن انزله، انا ما عنديش مشكلة. لان ده اللي هو بيمثل النص التقليدي اللي احنا نعرفه، وهو اللي بيتسلم جيل بعد جيل. فمتى البشير بيقول: ولما جاء الى العبر الى كورة الجلجسيين. شكرا استاذ الحبيب سيفير، ربنا يبارك حضرتك. استاذة برنسيس، نعمة وسلام، رب المجد يكون مع حضرتك. فالبعض بيقول لا، ده في تراجم تانية، بدل ما تكتب الجرجسيين كتبتها الجدريين، وده يعتبر تحريف، فأنهم فيهم الصح وأنهم فيهم الخطأ. الحقيقة هو موجود بقلة، كلمة الجدريين بقلة في المخطوطات زي الفاتيكانية والإفرايمية وبشيدة. السنائية واضح أن كان فيه خطأ وحاول مصحح يصححه، فهي مش دليل قوي لا معه ولا ضد. وآدي سورة السنائية اللي يحب يشوفها، واللي متابع معايا في الموقع هي قدام حضراتكم، دي سورة الصفحة اللي موجود فيها العدد، وهو في الجزء ده اهو، وكبرته لحضراتكم شوية صغيرة. آدي العدد متكبر، وآدي الكلمة اللي هي مش باينة بالفعل، وخاصة ان اثار التصحيح موجودة من فوق، فالكلمة دي مش واضحة هل جدريين ولا جرجسيين. كويس، فالسنائية لا اقدر اخدها دليل مع ولا دليل ضد. وحتى البعض كتب ان الكلمة اللي موجودة جسري نون، فهي يعني واضح ان التصحيح وخطأ الناسخ خلاها مش باينة هي ايه، ولكن غالبا هي اقرب كدليل للنص التقليدي. لكن هل عندنا ادلة ان الكلمة اللي كتبها متى البشير هي كورة الجرجسيين او جرسينون؟ جرجسينون ده التعبير الصحيح؟ اول مخطوطة تشهد لنا بهذا الامر مخطوطة بيزا، وآدي الصورة بتاعتها الجزء اللاتيني خاصة فيها، وآدي صورة العدد. والكلمة اللي موجودة في اللاتيني جراسي نوريم اللاتيني. المخطوطة الثانية مخطوطة واشنطن، واللي كان حاضر معانا مقدمة النقد النصي عارف أهمية مخطوطة واشنطن قد إيه. لو حد كان فاكر اتكلمنا على أهميتها وتاريخ اكتشافها وقصتها، فمخطوطة واشنطن مخطوطة مهمة، وأيضا تشهد على قراءة جرجسينون. وآدي صورة العدد مكبر قدام حضراتكم، اللي يحب برضو اللي متابع معنا في الموقع ويحب يشوفه، وأنزل لحضراتكم اللينك مرة تانية اللي حابب يدخل علشان يشوف صور المخطوطات مع بعض، عشان لما نقول العدد سليم ما فيهوش تحريف ما فيهوش أي خطأ بنقدمه بأدلة، بنقدم مخطوطات تشهد على صحة العدد اللي موجود في إيدينا، يعني مخطوطات تشهد إن عبر كل القرون 2000 سنة هو نفس العدد ما تغيرش. كويس، آدي صورته. أوجه كلامي للأستاذ MHO وللإخوة المسلمين دلوقتي، وبعض الإخوة المسيحيين اللي بيروحوا غرف إسلامية وبيشوفوا أو بيسمعوا الشبهات اللي بيقولوها. لاحظت إن أحدهم اللي كاتب الشبهة دي سواء عن قصد أو عن جهل أو عن عدم تركيز، أنا مش بفترض فيه السوء، ولكن هو قال إن النص اللي موجود في واشنطن إن الكلمة جسينون وليس جرجسينون، وعلشان محدش يقول إن أنا بدعي على المشككين المسلمين الكلام ده، آدي نص كلام وجاي بيقول صورة مخطوطة واشنطن وحطتها، وبعد كده جايب الجزء ده فقط من العدد واللي معلم عليه أهو، ومعلم على الجزء اللي بيقول جسينون. كويس، وبيقول نترك هذا أمر هذه القراءة للأكثر تخصصا في اليونانية ليفتون فيها، فهي كما أراها تقرأ جسينون، وهي بالطبع تخالف كل القراءات السابقة وتخالف أسماء
الأماكن الثلاثة المذكورة في المخطوطات الأخرى، ولعل أحدهم يخبرنا أي مدينة أو كورة تعني هذه الكلمة. يعني الرجل ده كان بيقول إيه في الشبهة بتاعته؟ قال ده في اختلافات كتيرة والمخطوطات متناقضين مع بعض ومتضاربين، وكمان من ضمن استشهادات وكانت استشهاده مخطوطة واشنطن، وقال مخطوطة واشنطن جايبة كلمة غريبة جدا ما تذكرتش في حتة تانية، وما نعرفش فين المدينة أو الكورة دي أو اخترعوها من فين. والحقيقة كلامه كان غير أمين أو غير صحيح لو كان يقصد أو كان ما يقصدش، لأنه زي ما وريت لحضراتكم آدي الجزء اللي بيتكلم عنه وآدي الكلمة بالكامل أهي، تبدأ من هنا وتكمل في السطر اللي بعده جر جسينون، فالكلمة مش مقطوعة، علم على جزء من الكلمة وساب بقيتها وقال دي كلمة غريبة ودي تشهد بالتحريف، رغم ان الكلمة الحقيقية ما بين السطرين هي جر جاسينون، تشهد للنص التقليدي اللي في ايدينا اللي بيقوله متى البشير كورة الجرجسيين اللي هي باليوناني جرجاسينون. انا اسف، عارف يمكن احيانا لما نتكلم في موضوعات النقد النصي بيبقى موضوعات بتزهق كتير من الناس، فسامحوني معلش انا عارف كده، بس لازم طالما حد اتكلم فيها وشكك بعض من اخواتي الاحباء او حتى يعني ابنائنا لسه في الاحداث لازم نرد عليها. فمعلش لو بالنسبه لكتير من حضراتكم الموضوعات دي بتزهق، بس تخيلوا معانا اتنين او تلاتة صغيرين سمعوا الموضوع ده او قروه على النت واعثروا، فعشان كده لازم يترد عليه. كويس، اللي فهمني في الجزء اللي فات لغاية دلوقتي يكتب لي 7، اللي عايزني أعيد الجزء اللي فات ده يكتب لي 5، ولسه هكمل. حلو قوي، شكرا لحضراتكم. طيب أستاذ MHO لو سمعنا، أنا مش عارف كنت أنت سمعنا ولا لا، ولا حصل لك انقطاع في الصوت أو إيه بالظبط، اللي أنت نقلت عنه الشبهة لما جيت سألت عليها من كذا أسبوع، شفت حضرتك اهو دليل دلوقتي، وده اكتر من دليل قدامك، انه حتى ابحاثه اللي بيعملها غير دقيق فيها للدرجات دي وبيعمل اخطاء. وبرضه بوجه كلامي للاخوة المسيحيين، لما يطلع حد يتكلم قدامكم في شبهة وبعضهم او الكثير منهم او تقريبا كلهم بيدعوا العلم في الموضوعات دي كما لو كانوا اساتذة نقد نصي، آدي الأفكار اللي بيقدموها، ما بيقدموش أفكار صحيحة في أغلب الأحوال، ياما بيقدموا نصف الحقيقة، ياما بيجيبوا رأي ويخفوا الرأي الآخر، ياما يقدموا لنا نص كلمة يوناني ويخفوا بقية الجزء من الكلمة اليوناني اللي تشهد أن الكتاب المقدس صحيح وغير محرف. كويس، أهي قدام حضراتكم بالتفصيل، علشان كده ما تصدقوش كل حاجة تتقال قدامكم في المواقع التشكيكية، يقولوا لكم رأي العالم الفلاني أستاذ اللاهوت، ما تصدقوش، مش دايما بيكون كلامهم صح. لما يجيبوا لكم رأي واحد يقول لكم أستاذ مسيحي، لا أحيانا كتير مش هيكون لا مسيحي ولا حاجة، هيكون ملحد أو هيكون من مدرسة نقدية. لما يجيبوا لكم كلام ويقولوا لكم ده ترجمة للنص الإنجليزي، لو حد يعرف فيكم الإنجليزي يرجع له، لأن غالبا هتلاقوا الترجمة للكلام الإنجليزي مش أمينة، رغم أن الكلام الإنجليزي بيبقى من ملحد مهاجم، ورغم ذلك اللي بيترجمها للعربي بيحط عليها حاجات من عنده. حتى المهاجم الملحد بيكون أحيانا أمين في جزء من اللي بيقوله، المسلم يخفي أي أمانة ليه عشان يظهر الصورة سوداء تماما. ولكن ما علينا، هفترض ان ده تم عن طريق سواء غير قصد يعني عن طريق الخطأ، لكن اللي اقصد اقوله ما تصدقوش كل شبهة بتتقال، حتى لو قال لكم ادي سورة المخطوطة وادي الكلمة اللي موجودة فيها. وريت لكم مثال، جاب لكم سورة المخطوطة والكلمة الموجودة فيها وعلم على جزء من الكلمة مش الكلمة كلها. من بعد القرن الرابع طبعا عندنا مخطوطات ضخمة تشهد لأصالة النص التقليد اللي في ايدينا، مخطوطة E و K و L ومخطوطة X و P، مجموعة مخطوطات F1 ومجموعة مخطوطات F13، مخطوطات الخط الصغير لو عدت أقول فيهم واحدة واحدة كتير جدا،
مجموعة المخطوطات البيزنطية وتعد فوق الألف مخطوطة تشهد لصحة العدد ده. مخطوطات القراءات الكنسية ودي تمثل مجموعة مستقلة لو تفتكروا لحضروا معنا في موضوع مقدمة النقد النصي وفهموا يعني ايه نص معزول. كل ده يوناني، أبدأ في التراجم القديمة زي التراجم اللاتينية القديمة اللي تمت في منتصف القرن الثاني ITA وITA UR وITB وغيرها اللي شهدت لكلمة جراسي نوري. أيضا الفولجاتا قالت نفس الكلمة اللاتيني. تراجم السريانية زي السريانية H والسريانية بلسطينيان وغيرها. تراجم القبطي تشهد لنفس الأمر. الأثيوبية والأرمانية والجورجينية والسلافينية وغيرها. كل ده مخطوطات أنا بقولها باختصار شديد عشان ما أطولش على حضراتكم، تشهد لأصالة النص التقليدي اللي في إيدينا، اللي بالضبط زي الكتاب المقدس اللي في إيدين حضراتكم، نفس الكلمة ما تغيرتش. شهادة مهمة أيضا من سنة 160 ميلادية زي كتاب الدايسترون للعلامة تيتان الأرامي. فكتاب الدايسترون الأرامي أيضا الموجود فيه يشهد لقراءة الجرجسين. واللي برضو فاكر لما تكلمنا على موضوع المخطوطات، فكرة مختصرة مرة تانية على كتاب الدايسترون اللي عمل العلامة تيتان، لما جه وجاب الأربع أناجيل اللي موجودة واللي معترف بقانونيتها من القرن الأول والثاني الميلادي وما بعده، وجاب الأربع أناجيل تقريبا سنة 160 ميلادية وحطوهم بطريقة متوازية، يعني بدل ما يقرأ الحدث يقرأ إنجيل متى بالكامل ومرقس بالكامل وإنجيل لوقا البشير بالكامل وإنجيل يوحنا الحبيب بالكامل، لا الحدث يجيبه من متى البشير من مرقس البشير من لوقا البشير ومن يوحنا البشير جنب بعض. أيضا القراءة اللي موجودة فيه تشهد لقراءة إن متى البشير بيقول جرجسين. وكتير من أقوال الأباء، وعلى سبيل المثال القائمة اللي حطها ريتشارد ويلسون لأقوال الأباء اللي تشهد إن متى البشير كتب جرجسيون، يوسابيوس وأبوليناريوس وهيسكليوس وهيلاري وأمبروسيوس وغيرهم من الأباء. فالأدلة الخارجية اللي تشهد على أصالة النص التقليدي كثيرة ومتنوعة المصادر وقديم تؤكد أصالة وصحة النص التقليدي اللي في إيدينا. كويس؟ طيب هو معرفش، لحظة واحدة أستاذ الفاتح لو تحب تسأل ارفع ايدك وتحت أمرك، فياريت ترفع ايدك وتاخد دورك يعني في الترم، وأول ما هخلص الموضوع تحت أمرك أجاوبك لو ليك سؤال. كويس؟ التحليل الداخلي أيضا يشهد لأصالة النص التقليدي، لأن زي ما قلنا في من بعض القواعد اللي فاكر معانا لما درسنا مقدمة النقد النصي، القواعد التحليل الداخلي اللي درسناها وده كان تقريبا الجزء الثامن في مقدمة النقد النصي. قواعد التحليل الداخلي بتقول القراءة التي تحتوي على كلمات غير معتادة هي الأفضل، وزي ما شفنا تعبير كلمات. طيب أستاذ سيفيور أعتقد أشكر حضرتك جدا، لو هو ليه سؤال يسأل مش في نص الموضوع، في فترة الأسئلة يسأل، وخاصة أن هو بيسأل في خارج الموضوع، عشان كده طلبت منه يرفع إيده ما يشتتش الناس اللي على التكست، ولو يحب يسأل يسأل في فترة الأسئلة طالما هو عايز يسأل خارج الموضوع تحت أمر. فالقراءة التي تحتوي على كلمات غير معتادة هي الأفضل. طبعا تعبير الجرجسينون ده غير معتاد وما تكررش في العهد الجديد خالص، فهي القراءة الأفضل. في قاعدة تانية القراءة اللي تتشابه الاستخدامات السامية للغات هي الأفضل، وخاصة في إنجيل متى البشير، لأن متى البشير ناطق بالأرامية والعبرية وبيكتب لليهود. والترجمة لليوناني فهو القراءة اللي تميل لاستخدام كلمات عبرية أو أرامية تكون هي الأفضل. وطبعا كلمة جرجاسينون باليوناني اللي هي تشبه الكلمة العربي جرجاشيون زي ما شفناها في العهد القديم، دي تؤكد ان التعبير النصي الجرجاسينون
أو اللي جه في الترجمة العربي جرجاسيين هو الصحيح اللي ذكره متى البشير. كويس؟ ده باختصار شديد جدا على النص الأولاني اللي هو متى البشير 8:28 وأنه القراءة الصحيحة، وهل العدد محرف أو الإنجيل اللي في إيدينا ده خطأ والمخطوطات تشهد عكس ذلك. اتأكدنا أن النص التقليدي اللي في إيدينا صحيح والمخطوطات تشهد لأصله.